بسم الله على بركة الله. السلام عليكم. اليوم أجبنا لكم محل شقة كبيرة، هذه الدخلة ديال الباب، كنلقاو هاد السيجور هنا، كنلقاو الصالون كبير، كله كيفاش يفصل، كله كيفاش كيفرش. دونك صالون كبير ولا صالون سيجور ولا دو صالون سيجور. المساحة ديال هاد لابارتمون هي 160 متر، قلنا المساحة 160 متر ديال هاد لابارتمون. هاد لابارتمون جات سرباطية باش نمشى الصباح والعشية. الصالون تبارك الله فيه كبير. هاد البالكون دايرينو على الصالون فيه كليسة. دونك نشوفو بقية ديال الدار. الدار مهوية كلها شراجم بالكونات. هاد كولوار كنلقاو هنا لاكويزين، وكنلقاو واحد الصال دو بان. دخلو شوفو الصال دو بان كي داير، فيه جوج ديال لي باسك، في لا بينوار. خلونا نشوفوا لا كويزين كي دايره. كوزينه كبيره ايكيبي، لا كويزين عندها بالكون حتى هي. هاد لافاصاد دابا غدور لها الشمس، دابا مع ميديك الدور الشمس، والفيزافي ما كاينش في هذا لابارتمون. لي بلاكار هما هادو، اتساع موجود. شفنا هاد الصال دو بان، شفنا الكوزينة والصالون والسيجور. كنجيب لهنا كنلقاو هاد البلاكار كبير، من بعد كيبقاو البيوت هنا. كنشوفو البيوت، كاين هاد البيت هذا شومبر بارونتال، كاين هذا بيت الكلاس، كاين هذا بيت ديال الدراري. شوفو هاد بيت النعاس هو اللول، بيت كبير ما شاء الله، حتى هو عنده بالكون على الشارع. شميشة الصباح كاينه هنا، والفيزافي كما قلنا راه ما كاينش، كاين داك البلاكار راه هو طويل. شميشة تبارك الله بس على الشارع. جات شوكة هاد لابارتمون من البالكون. كاين دريسينغ على اليسار وعلى اليمين. شوفوا هذا الحمام ديال لاسويت بارونتال، هذا الفاسك بلاكار، صال دو بان، هذا الدوش. نمشيو نشوفو البيوت الثاني والثالث. كاين هذا بيت ديال الكلاس اللي بغا يفرشو، اللي بغا يدير فيه ناموسية، وعندو هاد الخرجة تا هو كتخرج للتيراس. هنا الشوكة ديال لابارتمون هي هادي، هاد لونجل هذا جامع بين الشمس الصباح والشمس ديال العشية. دابا غدور الشمس، هاهي بدات كدور،
الشقة جات رباطية، نادرين هاد الكليسة هادي هاد الناس. الدار كلها شراجم، كلها بالكونات، كان هاد بلاكار كبير بطبيعة الحال، كاين بلاصتك في الكراج، كاين لاسانسور. هاد البيت عاوتاني تا هو عندو واحد البتي بالكون، وكاين بلاكار كبير هو هذا. هادو هما لي تخوا شومبر. دونك هاد لابارتمون فيها اكزاكتومون 167 متر، 167 متر، فيها 149 لي ابيتابل، وفيها 18 متر ديال لي بالكون. هاد لابارتمون جات في 5 ايطاج، في حي ميموزا، حي راقي في قنيطرة، بلا ما نقولكم قريبة للاكار، 5 دقايق للاكار، قريبة لكاع الكوموديتي اللي كيحتاج الإنسان. هنايا كاين بيم، كاين كارفور، قريبة لشارع محمد الخامس للترونسبور، كلشي. الثمن ديال هاد لابارتمون هو 150 مليون. السلام عليكم.